لأنه من الشرف العظيم أن أتولى منصبا تولاه قائدان حكيمان وعقلان مستنيران، هما حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، الذين ترك في هذه المؤسسة بصمات لا تنكر وأنجازات على الدوام تذكر، ولكن سيبقى دافعنا وملهمنا إننا على نهج سموهما ومسيرتهما سائرون، ولن نحيد عما رسمهما لهذه المؤسسة من مسارات النجاح والتميز. فإني أتشرف بالعمل في هذه المؤسسة العسكرية الأمنية برئاسة سيدي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح حفظه الله. نهنئ أنفسنا في هذا اليوم المميز لتكملوا المسيرة المشرفة والعطرة التي بدأها سيدي حضرة صاحب السمو وتلاها سيدي حضرة سمو ولي عهده الأمين أبان توليهم منصب نائب رئيس الحرس الوطني، ونحن كلنا ثقة بأن معاليك سوف تجعل الحرس الوطني وتقفز فيه قفزات جديدة، ونقسم أمامكم اليوم ونعاهدكم بأن نكون خير السند والعون لمعاليك في المرحلة القادمة.